نحبك وراك تعرف شحال قيمتك ومعزتك عندي، وليا متشهد باللي شانك عالي وتسوى بزاف في قلبي. انا اللي معاك في الحلو وانا اللي معاك في المر، انا اللي معاك وقت الشدة، انا اللي معاك وقت الفرحة، ومعاك كي تبدا وحدك، معاك وقت الشقاء، ومعاك وقت الراحة. وين ما تكون عليا ما تهون، الجزائري ما يفهمو غير الجزائري. غيلان الولايات الغربية. هذه الولاية معروفة بأجود أنواع البرتقال وأيضا الزيتون، هي بلد الشهيد سي زغلول. نظن عرفتوها، رانا في ولاية غليزان. راح تستقبلنا عائلة زهراوي ببلدية جديوية باش نفطروا عندها، لكن قبل ذلك راح نروحوا في جولة سياحية مع أمين عبر الولاية. مرحبا بكم معنا. مرحبا بك سي امين معنا في قناه الجزائريه، وشكرا على الاستضافه في ولايه غليزان. الله يسلمك، بارك الله فيك. مرحبا بكم انتم هنا عندنا في ولايه غليزان. اليوم رانا في عارضينكم على فطور عندنا هنايا اليوم. كما رانا متواجدين في ساحه ميناء، بلاصه دو ميناء. هذه الساحه هذه ترجع للعهد الاستعماري، لانه كانت هذه الساحه في ذاك الوقت كانوا يستعملوها للافراح تاعهم، للحفلات تاعهم. نشوف لاسان يا انسان. كانوا يديروها خاصه للرقص. نعم. على هذه. وبعد الاستقلال كانوا الشيوخ تاعنا الجايز وكاع، كانت هذه البلاصه معمره بالورد وكاع، كانوا يجوا يتلموا هنايا، ومن هذه البلاصه بهم بخفتهم يروحوا يديروا الماشين تاعهم. باسكو قال لك يا مارشي جوست اكوتي. فوالا مارشي جوست اكوتي، انا مش بعيد. ورانا هنا او جوست في غليزان؟ رانا هنا في بلاصه دو مينا في بولفار محمد خميسي. تخي بيان. هنا في وسط مدينه غليزان. تخي بيان. وين تدينا درك امين؟ درك ندوكم ساحه البلديه وساحه مسجد النور، وبعدها ان شاء الله رايحين نروحوا عند العائله اللي راها تستنى فينا عند سي محمد زهراوي بجديويه. واللي من ثم ان شاء الله راح نديروا المرشين تاعنا. والجديويه هذه معروفه، كانت معروفه باللحم ومعروفه من بالزيتون. هيا ملا امين يوم اللحم عليه والزيتون عليه. الله. الله يحفظك. ماشي شكرا. أنا أمين هنايا. هنا رانا متواجدين في ساحة السلام هنا في غليزان، راني في وسط المدينة في غليزان على الشارع تاع بولفار محمد خميسي. نعم. اللي كان سابقا كنسموها ساحة البلدية، لأنه جاية مقابلة البلدية نتاع بلدية غليزان، وأيضا في الجهة الأخرى المقابلة اللي هو مسجد النور. مسجد النور اللي تبنى سنة 1857 كان ككنيسة، واللي تحول اللي كان سلماته كنيسة البلدية في سنة 74. وفي 84 تكلفت به وزاره الشؤون الدينيه والاوقاف اللي حولته كمسجد. واول صلاه كانت فيه صلاه الجمعه كانت سنه 1988. ايضا على الجانب تاع الساحه هذه عندنا حمام رسام شهير المرحوم محمد اسياخم، اللي كما على بالك هو مولود بمدينه ازفون ولايه تيزي وزو سنه 1928. نعم. ولكن كبر هنا في غليزان، كبر كان يدرس، تابع دراسته الابتدائيه كانت مدرسه مسجد القاضيه بدرس بن جادور. نعم. ومن بعد تكون في جمعيه علماء المسلمين. صرات له حادثه، كانت الحادثه هذه سنه 1943، وين كان هو رفقه اقرانهم الاطفال سرقوا الصندوق تاع المتفجرات للمعسكر الامريكي في السنه هذه 43. حسبوهم لعاب ولا ما عرفوش القيمه تاعهم، وكان يلعب بها في الدار، دا هو وحده للدار قاعد يلعب بها. ومن بعد فوالا
تحقرت قلت وين جرحت جوج خواتاته وين تثبت في ورفة إحدى خواتاته ومام هو تثبت له في بطر أحد الأذرع نتاعو وكملوا المسار تاعو قرايتو ومقام من أشهر الرسامين في الجزائر. دروك نحت الدين أمين؟ دروك نروح للعائلة اللي راه تسنى فينا في مدينة جديوية غير بعيدة هنا حوالي 40 كيلومتر على عاصمة الولاية. خيب يا هاي السلام عليكم كيف على بالكم بلي كانت عائلة السنة فينا اللي هو أخونا سي غلام الله محمد زهراوي رانا متواجدين هنا في جديبيا عندك صحة الزهراوي على الاستقبال مرحبا بكم كثر خيرك وقناة الجزائرية وانا اليوم راه ضيفة عندك والجزائريين كاع راح يدخلوا ولاية غليزان عن طريقك مرحبا بكم الله وراح تدينا سي زهراوي انا نديكم عند صاحبي هنايا بوشي خابيا نمشيو نمشيو خابيا واش راك لاباس خير ها مصباح يشكر فيك واش الحمر خير شويه عندكم لا لاباس الحمد لله الله يبارك حشري هذا هو البوشي اللي ناخذوه من عند احنا الله يبارك كيما نقولوا احنا في فرح ولا فرح الله يبارك كل المناسبات عنده مرحبا بك والاسعار ثاني مليحه مليحه شابه مليحه الناس قاعده تاكل اللي عنده ياكل اللي ما عندوش ياكل اللي وياكل الله يبارك ما شاء الله الله يبارك الله. أنا عند حبيبنا وخونا سي عمار قدم وهذا نديروا المارشي عنده غادي نسير باش نخلط نسير باش نخرج لي كارت صايي اش غادي نديرو نخرجو مع هادي سي بون غادي نخلطو لي كارت صايي شوف كاين عده تخليطات في العالم مثلا كاين تخليطه اسبانيه صايي اي اسيو باش نزيدو نخلطو لي كارت هادي غادي نورو لك ورقه هذيك الورقه اللي غادي تسنيها واش هي دو انت اش غادي تسني سد غادي تسني دو سنيها باش تسنيها باش تسني دو تاعك سني باش تسني دو تاعو راهي هنايا غادي نسيو باش نقلبوها كيما هكا لا غادي نسيو باش نطبقوها سي بون سيو باش نطبقوها بيان امين شاني باغيك دير راني باغيك تشدها كيما هكا صاي سي باش تشدها كيما هكا وراني باغيك تركز هنايا غادي نسيو باش نخلطو لي كارت مره واحده اخرى نسيو باش نزيدو تخليطه واحده اخرى غادي نديرو كيما هكا لا غادي واش هادي خلي عندك سي بون سي باش تحل الستيلو حل الستيلو سي بون غادي سي باش انا نسيني في هضره سي باش ندير كيما هكا لا وندير كيما هكا سي بون ايا غادي سي باش نقلب شد الستيلو حنايا غادي نسيو باش نطبقوه طبقوه عادي وسي باش نديرها انا هنا صاي دونك غادي نسقسيك سؤال سي باش تبدا بيديك نورمال واش هي اللي كانت عندك الورقه الدو مسيني فيها نتايا وانايا الورقه البيضاء اللي كنت مسيني فيها نديرو كيما هكا لا شوف هاد شوف راك شوف ديرو كيما هكا غادي تنقلب الورقه تاعو تجي عندي وتاعي تجي عندي ونشكرك الله يحفظك مازلنا في ولايه غليزان وبالضبط رانا في دائره تجديديه عند السيده زهراوي فاطمه كثر خيرك على الاستضافه سيده وكل فريق الجزائريه شكرك على هذا مرحبا بكم في داري مرحبا بكم في ذا شهر سيدنا رمضان مرحبا بالجزائريه عندي وانا نحب الجزائريه نحبها من قلبي باسكو فوتو فيها واحد ليميسيون
ما تصوريش عقلك. الله يخليك. نبغيكم ومرحبا بكم اللي زرتوني في داري. ربي يحفظك خالتي فاطمه من الصباح مسكينه خلعناها وهي تجري وتوجد، قلنا لها راه هي موالفه بالضيافه. ماني موالفه الحمد لله. الحمد لله. لا يعرفوني. لا انا يعرفوها الناس كي سقسينا قالوا لنا اختاريتوا البونك. الحمد لله. الله يخليك. الله يخليك. خالتي مرحبا بكم. واش ديري لنا الفطور اليوم؟ اليوم ان شاء الله لربي كتب عندي حريره وزيتون. حنايا جديويه دائره جديويه معروفه بالزيتون بزاف عندنا. النوعيه تاعو رائعه، كنا شفناها مع سي رائعه. الزيتون تاعنا عندنا رائع في جديويه. تخي بيان. يعني اختاريتي ديري اكله تاع بلادي. تاع بلادي. واه تاع بلادي تاع الزيتون. خليو خالتي فاطمه تبدا في الحريره. واش ديري في الحريره خالتي فاطمه؟ الحريره نحطوا لها نديروا اللحم، نديروا الطوماطيش، نزيدوا البصل، نحطوا لها البصل. ديريها البصل بعد تطحنيها ولا نطحنها؟ انا نطحن كل شيء، ندير الخضره ومن بعد نمكسيها. طيب نطحن وخطرات نطحنها في الحتى انا تاع بكري تاع اليد كورشات. ان شاء الله ربي يحفظك. ان شاء الله يا ربي. قرعه يعني الكورشات قرعه يعني قرعه. كروطه كروطه يعني زروط ديا. واه بطاطا تقليها بالزيت. واه ومن بعد واش ديري فيها؟ بعد ندير لها التوابل تاعها. ندير التوابل تاعها وندير لها. واش ديري لها التوابل خالتي فاطمه؟ ديريهم ولا باش نعرفوهم؟ عندنا كركم. ايه تجيبي نديرو؟ عندي حرور كحل. حرور هو فلفل الكحل. فلفل اسود. تخي بيا كركم ديري ديريكت. على بالك ما تنساش بلي الحريره تبغي الكرويه بزاف. انا ندير الكرويه يعني هنا راح تكون مختلفه شويه. نديرو لها الطوماطيش تاع الباطا. واه تاع الباطا كونسيرف. كرويه وماذا بك نزيدو لها عوتا قرفه. دير فيها قرفه. واه ندير فيها قرفه. شويه تاع ملح. ملح. واه والحشيش. والحشيش نديرو لها ضرب وندير لها من بعد كي طيب. كي تطحن لي كي تنحل لي كي ندير ديريها الحشيش. واه شوفي ومن بعد كي تطيبي كمل هذا مرمز. شوف هذا نديرو المرمز هنا اللي انا شفنا في ولايات غربيه كان يدير الخميره. لا انا ما نديرش خميره نديرو مرمز وحده. نعاود نقيس التيشه تاع المرمز خليها تطبخ ونزيد ندير فوقها القزبر والمعدنوس. تعاودي ونديرو لها القارص. هذه هي بلادنا. نخليوك طيبي الحيره نروحو للدوزيام بلا. ايوا يسلمك ربي يخليك. ديريها تتقلى. درنا الدجاج الزيت البصل الملح درنا كركم. زيد فيه شويه كركم. الزيتون يجي شويه صفر ما تجيش المرقه تاعها حمراء ولا تجي. هيا نقلوهم. ايه هيا نطيبوهم. والزيتون راني نطبخ فيه. طبخي على جهه ونطبخو نديرلو شويه تاع الفرينه ونطبخو ومن بعد نطبخو زوج خطرات. ايه انا كاع من الصباح قد يومين ولا وانا دايرته في الماء باش تروح له الملوحيه والمروريه. ايه هيا نصفيه نقيس معاه شويه فرينه يطبخ ونصفيه. كي يصفيه نعاود نرميه مع الله مع الدجاج. يكون طاب الطاجين. الدجاج مع الدجاج والشوبين. شوفوا خلو خالتي فاطمه توجد فطورها. نتلاقاو بعد قليل على مائده الفطور. ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم. شكرا لك. كملي. امين. هي صحيتو. هيا ولادي وبنياتي تفضلوا. وجدت لنا خالتي فاطمه فطور. انا وجدت لكم ها الزيتون، ها المثوم، ها الدجاج محمر، كلها التمر، الحليب، كل خير، الحريره، السلطه باغيي. هيا بصحتكم. هذه مهديه الوان. الله يخليك. مهديه الوان. ولحبابنا تاع وان. واللي يشوف لي حبيبي في وان يعرفني. شوف تواصل خالتي فاطمه باش يعرفوها بلي هي مولات واسمو هامي ولاد الكارطي كاع راهم عندها. هادو ولادك ولاد ولادي ولاد الكارطي. واه ولاد الكارطي راهم عندي. هذا ولدي. هادو كاع عاودوا وليداتي. الله يبارك. كاع عاودوا وليداتي. الحمد لله. ربي يشدكم. تفضلوا بالصحه والسر ومهديه الوان. الله يخليك. الرجال الخفاء. الله يخليك. ان شاء الله اللي ما يبانوش. الله يخليك. وربي ان شاء الله يحفظ البلاد ويحفظ الاولاد. امين يا ربي يحفظ البلاد والاولاد. امين يا ربي يحفظ البلاد والاولاد. امين يا ربي نزل الرحمه على ذي البلاد. يا ربي ذي البلاد راحوا عليها الرجاله. يا ربي نزل عليها الرحمه ونزل على وليداتها. يا ربي تتقبل. امين يا رب العالمين. بصحتكم.
صح فطوركم سهرتنا مازالت متواصله في ولايه غيزان بالضبط عند خالتي فاطمه زهراوي. يعطيك الصحه. صح فطورك. يسلمك. صح فطوركم. مرحبا بكم. ويعطيك الصحه. سمحينا في تعبك مره اخرى. تعبكم راحه ان شاء الله. يعطيك الصحه سي محمد. غلام الله تانيك هو تعبناه اليوم خلى شغله. الله يخليك. امين امين. مرحبا بكم وراني فخور بكم بقناه وان جزائريه. نبغوها بزاف. نبغوها ونشكركم ومرحبا بكم. ان شاء الله يعطيك الصحه. بارك الله فيك. المهم برك نسقسيك انتم هنا في غليزان يعني اسكو ديروا سهرات في في سيدنا رمضان؟ ديروا سهرات على من تتلاقاو؟ نتلاقاو بصح ما بقاتش كيما بكري. يعطيك الصحه. لا نقصت بزاف. بكري كنا نروحوا نصلوا تراويح ولا كاين مرة اللي تكون تعرف تصلي ولا تصلي بينا الجماعه في الدار. في الجماعه نقعدوا ما نخرجوش صلوا في الدار. بصح درك نقصت ماشي كيما بكري. كانوا بكري تلاقاو الاحباب. كنا نتلاقاو الاحباب ونتلاقاو الفاميلا ونتلاقاو ونقصروا والقهوه ولاتاي والزلابيه حتى للسحور. نديروا الصفوف نسحروا بالصفوف والبن وكلها وتروح لدارها نشربوا قهوتنا كلها وتروح لدارها. بس حضرتك ما بقاتش. ما بقاتش نقصت. لا ما بقاتش نقصت بالبزاف. واش في رايك هي الاسباب؟ ما كاش مش عارف كاع الدنيا تبدلت. الدنيا تبدلت بالبزاف كاع. والو كاع ماشي راهي كيما بكري. ما بقاتش ما في الكبده وما بقاتش كبدتك دوكا يتبعك غير عندك يتبعك على الفاني ولا يتبعك على زعما راكي بخير عليك ولا لو كنت قال لي لا معي حشم بك ما يجيكش. ما يجيكش ما بقاتش ماشي كيما بكري. واش طلبي لهاد البلاد خالتي؟ البلاد كنت في العمره وجيت. الله يربي يتقبل. امين يا رب العالمين. نبكي ونعاود لي ندعي على ولادي وندعي على صحتي وانا راني مريضه شويه عيانه ان شاء الله. امين يا رب العالمين. نبكي على بلادي ونبغي بلادي بزاف. والله يسلك ذا البلاد من ذا الوحله. آمين. اللي راهي فيها. امين يا رب. الله يسلك البلاد والاولاد. امين. حنا كبرنا فوتنا وقتنا بصح ودراري هادو اللي جان اللي راهي جايين وقتهم وين يروح؟ صح. وين يروح؟ الله يرحم الشهداء. اللهم امين. الله يرحم الشهداء. الله يرحم الشهداء اللي نقاو ذا البلاد وخلاوها لنا نورمالمون نستحافظوا عليها. نورمالمون نستحافظوا عليها ونستحافظوا على العلام على النجمه والهلال اللي راحوا عليه والدينا. اللهم امين. الله يجيب الخير ان شاء الله. يعطيك الصحه خالتي فاطمه. يعطيك الصحه. امين اللي كان سبب اننا نكونوا اليوم. يعطيكم الصحه سي نخله صديقنا ثاني من هنا كاع الحاضرين معنا ونقول لكم صحه فطوركم. نتلاقاو ان شاء الله. ربي يحفظكم كاع ان شاء الله ونقول لهم كاع صحه فطوركم. الله يخليك. نتلاقاو مع عائله اخرى في ولايه اخرى. مع السلامه. نحبك وراك تعرف شحال قيمتك ومعزتك عندي وليا متشهد باللي شانك عالي وتسوى بزاف في قلبي. انا اللي معاك في الحلو وانا اللي معاك في المر. انا اللي معاك وقت الشده. انا اللي معاك وقت الفرحه. ومعاك كي تبدا وحدك. معاك وقت الشقاء. ومعاك وقت الراحة. وين ما تكون عليا ما تهون. الجزائري ما يفهمو غير الجزائري. غيلان.